بسم الله الرحمن الرحيم. انتخابات الامانات المحليه لابد انه كيشاهدوا بعدا. اولا جاء بعد الانتخابات بعد 7 شهور، وهذه رساله للجميع ورساله حتى لانفسنا كذلك، انه اللي بيبدا تبدا نفسه من النفس ديالو، انه احنا حزب اصاله ومعاصره بالمغرب كامل، بتوجيهات السيد الامين العام وبتوجيهات السيد رئيسه المجلس الوطني والسيد رئيس لجنة ديال التنظيم اللي هو نائب الامين العام، على تاسيس الامانات المحليه على مستوى وطني قبل من اواخر ماي، على اساس انه الامانات الاقليميه يكونوا في النصف ديال شهر يونيو. وكان كانوا كيشاهدوا معنا وتابعتوا معنا، مشكورين نتمنى تواجدوا معكم جميع اللقاءات، انه كان واحد الجو ديمقراطي، واحد الجو اللي حاضرين فيه المنخرطين، صرنا على انه يكونوا المنخرطين فقط وماشي المنخرطين كلهم بواحد العدد فقط، كل ملحقه تعطى واحد العدد بالنظر للقاعه اللي ما يمكنش تسع كل شيء، اما العدد اللي يمكن يحضر في كل امانه محليه يمكن يكون فوق العدد اللي كان اليوم، اللي كان فوق 400 ديال المناضلين والمواطنات اللي تنشكروهم اللي حضروا معنا رغم الجو، اللي تتعرفوا المدينه في هذا الجو، جو حار الى غير ذلك، والحمد لله داز واحد الجو ديمقراطي، تفتح باب الترشيح كي تنسق النظام الداخلي ديال الحزب في الماده 84 ديالو، والسهر ديال اللجنه التحضيريه الامين الاقليمي، مشكور سي اشرف برزوق والاخوان اللي كانوا متكلفين على اللجان التحضيريه على مستوى الملحقات كاملين وعلى مستوى المدينه ككل، كان سيدي محمد الادريسي، والحمد لله اليوم بالتوجيهات ديال الامين العام ونائب الامين العام في التنظيم ورئيسه المجلس الوطني اللي تحثنا على انه المدينه اللي تنتمي لها انه تكون في هذا المستوى كبير، ويكونوا امانه محليه في مستوى كبير، ويكون فيهم ضخ دماء جديده، وهذا الشيء اللي عملنا عليه اليوم. شفتوا الشاب الاستاذ بلعروسي في المدينه، شفنا كذلك انك تم الانتخاب ديالك حتى انت امين محلي ديال المنطقه ديال سيدي يوسف، كيفاش يعني الاختيار ديال الناس ليك، وشنو الرساله توصلها للاعضاء ديال الحزب عندكم في المقاطعه؟ انا باش نكونوا واضحين، الاختيار ديال الناس انت شتيه بالاجماع، ولكن انا مو باش نتقدم للامانه المحليه، تقدمت لمرحله انتقاليه لوضع الاسس قويه خصوصا بعد الانتخابات، وباقي واحد التعاطف كبير من بعد الانتخابات ديال الناس، ولذلك باش يكون عندنا واحد البناء قوي وجيد ديال الامانه المحليه سيدي يوسف بن علي، وان شاء الله في القريب العاجل بعد واحد السنه ولا سنه ونصف، القانون تينصف على تينص على سنتين ان شاء الله، بعد ما ينص القانون نديروا واحد مؤتمر محلي يجوا فيه كذلك وجوه جديده اللي يمكن تحمل المسؤوليه في المستقبل، وهذا هو البناء الحزبي. البناء كاين كفاءه سيدي يوسف بطبيعه الحال، كاين كفاءه سيدي يوسف، اليوم كانوا معنا اساتذه، كان الشباب اللي طلبه، كان الناس اللي تجار اللي مهنيين اللي رياضيين، كاين كفاءات في سيدي يوسف، راه هو اللي ولد الكفاءات سيدي يوسف، انا راه الاب ديالي من سيدي يوسف، كل شيء راه سيدي يوسف هو الكفاءات كلهم كاينين في المغرب كامل، فيما مشينا في شي اداره مختلف المؤسسات ديال الدوله والمرافق والمقاولات، لا في القطاع الخاص والقطاع العام، تلقاو الابناء ديال سيدي يوسف بن علي. القضيه انا عرفت على سولتي سؤال، لانه سيدي يوسف بن علي مهزوز عليه واحد، راه شوف راح النسبه ديال الاجرام اللي تتكون في سيدي يوسف بن علي ديال 100%، راه 98% يمكن لك تسور الناس ديال الامن، لا يقتلون في سيدي يوسف بن علي وما عندهم حتى علاقه في سيدي يوسف بن علي، وسيدي يوسف بن علي فيه شباب في المستوى الكبير وضخ ان شاء الله، ونطلب لهم الله التيسير.